حتى وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وأوحي إلى نوح أنه إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى النور قلنا
يَخْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ الله الله يرضى عليك يا شيخ، الله يرضى عليك. وما آمن معه إلا قليل. حتى وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. اللهم صل على النبي. وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها إن ربي لغفور رحيم. صدق الله العظيم.